لم يكتفي النظام باستخدام الأسلحة الثقيلة والطيران الحربي في هجومه على منطقة المرج بريف دمشق، بل عمد إلى استخدام السلاح الكيميائي ضد السكان المدنيين وعناصر الجيش الحر، مما أدى إلى حالات اختناق كثيرة. فالأطباء هنا يقولون أن المصابين عانوا من تشنج قصبي واحمرار شديد بالملتحمة وتضيق شديد في الحدقة، كما عانوا من حالات تشنج لم يشهدوها من قبل. في تاريخ 17/3/2013 تعرضت بلدة العتيبة إلى قصف براجمات الصواريخ في الساعة 5:30 صباحا، وبعد حوالي نصف ساعة استقبلنا بما يقارب حوالي 60 حالة. لم يقف الأطباء مكتوفي الأيدي أمام هذه الحالات، بل عملوا ما بوسعهم لإنقاذ أكبر قدر ممكن من المصابين بهذه المواد الكيميائية، رغم خبراتهم الطبية المتواضعة ورغم النقص الشديد في المستلزمات الطبية وافتقارهم للأجهزة والأدوية التي تستخدم في معالجة هذه الأمراض. قمنا بالبداية بوضع أكسجين 100% لكافة المرضى، وهذه هي أسطوانات الأكسجين المتوفرة لدينا حاليا، بالإضافة إلى قمنا أيضا بفتح أوردة مباشرة، وقمنا بوضع سيرومات ملحية من أجل الإدرار وطرح المادة الكيماوية من الجسم. وضمن معركة الفرقان وعلى إحدى الجبهات في بلدة العبادة، وبعد السيطرة على نقطة تابعة لقوات النظام، عثرت جمعية كأنما أحيا الناس جميعا الطبية على إمبولات تحتوي مادة خردل الكبريت الشديدة السمية، وقد استخدم منها إمبولتين من قبل الجيش النظامي والميليشيات الشيعية التابعة لحسن نصر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. جمعية كأنما أحيا الناس جميعا الطبية في منطقة المرج ترصد إحدى الإمبولات الخاصة بالمواد الكيميائية التي يستخدمها الجيش النظامي في الحرب على منطقة المرج. طبعا تم العثور عليها بعد هروب شبيحة النظام من المنطقة، وهذه إحدى الأمبولات تتكون من مادة كيميائية فوقها دكة من القطن وتحتها دكة من القطن، وإلى الأعلى يوجد غاز. وقد قام الأطباء هنا بالاحتفاظ بهذه الأمبولات، كما قاموا بأخذ عينات من جثث الشهداء الذين أصيبوا بهذه المواد، وقاموا بالاحتفاظ بها لتكون أمام العالم دليلا جديدا يثبت تورط النظام في استخدام السلاح الكيميائي المحرم دوليا. نحن قمنا بأخذ عينات من الدم والبول والشعر من بعض الشهداء وهي محفوظة لدينا الآن، ومن يريد أخذ هذه العينات يتوجه إلى الدكتور أبي يونس. أي أنا هادي المنجد، أورينت نيوز، الغوطة الشرقية.